لايف مكفى وصار وقت واتس كوكينج مع شيف ادي. كيفك ادي؟ تمام ماشي الحال؟ تمام تمام. يوم فلافل؟ اليوم فلافل، فلافل مع الفتة، محشية بالفتة، طريقة تحضيرها كثير سهل وكثير طيبة، كثير رح تحبها. يعني أنا دقتها بصراحة، عملتها امبارح ودقتها. صراحة طيبين؟ كثير طيبة. هلا رح تشوفها رح تقلها أصلا. ممتاز. يلا شو بدنا؟ فينا نبلش. رح أقول لك مكونات أول شيء. بدنا حمص نية، فول نية، فول مقشر نية، كزبرة، كمون، ثوم، كمل لك فجل، كمل ايه بندورة. ليك اذا كمل تكمل رح يعملوا فلافل. اوكي بدهم تكملهم ايه. بندورة، بقدونس، اكيد تراتور للطحينة، يعني التراتور، سمسم، فتة تشيز، رمان، رمان، و في مكدوس. في مكدوس رح نعمل شيء على الفلافل. كيف الصوص؟ كيف نحط نحن على طول بقدونس وفجل وبندورة؟ رح نعملها من رمان ومكدوس وفجل وبندورة وبقدونس وكزبرة وكله، يعني كمون. ويلا فينا نبلش. اوكي اول شيء رح اقول شغله كثير مهمه، هي الفول. اوكي بده يكون فول مقشر، فول ني مقشر بنجيبه باكياس يعني، وحمص بده يكون كمان ني مش مسلوقين. اوكي بده يكون اثنيناتهم ني تنقعهم، ننقعهم قبل بليله اللي بالمي تيشربوا تقريبا قبل شي 12 ساعة. اوكي ننقعهم بالمي 12 ساعة، ثاني نهار بنصفيهم منيح بنضربهم على المكنة. طيب قد ايه بده يكون كمية الفول وقد ايه كمية الحمص بالفلافل؟ هلا فينا في شغلتين فينا نعملهم، هي فينا نعملهم 50% ب 50%. اذا عملنا نص كيلو حمص نص كيلو فول. اوكي بس الفول اطيب، الفول يعني اطيب كفلافل اطيب من الحمص. اذا عملنا 60 ب 40 تقريبا فينا نعمل 60 ب 40، فينا نعمل 70 ب 30، عرفت؟ والفول الحمص في نشا كثير، يعني كرمال هيك بنقلل منه عشان ما كثير تطلع شاد العجينه. لكن القصه ايدي بالنقعه، بدنا ننقعهم قبل. اهم شيء كثير مهم النقعه، 12 ساعه بننقعها قبل بليله، بنحط مي قد ما فينا اعلى تشربهم كلهم. وقت بدنا نعملهم على المكنه بده يكونوا كثير مصفيين من المي، يعني ما بده يكون في مي فيهم، بنصفيهم من النقعه من المي، بنتركهم طيب. تتنشف كثير ميتهم. هيدا اهم شيء كثير مهم هالعمليه. ممتاز. لكن هيدي لانه القصه بالتحضير، يعني مش قصه بالتحضير اكيد. بالنهايه رح ينجمعوا وينقلوا 100%. هي كيف بتصير؟ بتصير عجينه، يعني بتصير كانك عم تعمل عجينه انت وعم تقليها. طيب اوكي هلا هون نحن خفقناه، هون ضربناه على المكنه على البلندر. اوكي اوكي هون عند الفول، هون بعد ما خلطته انا بس عملته على المكنه. هلا هي احلى وقت نحن عم نعمله على المكنه، بنحط البهارات، بنحط الثوم، بنحط الاشياء اللي بدنا نحطه. اوكي فنحن بس انا حاطط فيهم بصل وثوم بس مع المكنه تيطلعوا ناعمين معهم. اوكي هيدا الفول. بدي اقول شغله من بعد انا اعملهم، ضروري نتركهم كمان ليله، يعني من اول 12 ساعة بنخلطهم نرجع نتركهم لتاني نهار، يعني ما فينا نعملهم قبل بليلة، عرفت؟ بنحطهم قبل بليلة وبنحطهم بالبرا تيتخمروا، يعني بنحط لهم بيكنج باودر وبنحط لهم طحين. اوكي؟ اوكي كمان حطيت حمص والفول، بنحط ملح. بهار. في مرة دقيقة، أكيد مش دقيقة فلافل مع فتة. لا مش دقيقة نهائيا. أول مرة كثير طيبين، أنا قد ما حبرك. حطهم هون، رح أفرم كزبرة وبكتر كزبرة، يعني كزبرة كثير طيبة معها، كثير بتطيبة. إيدي امبارح اخترعت الخلطة؟ امبارح اخترعتها؟ لا مش امبارح أكيد لا. يعني عملها قبل؟ عملها قبل. قبل امبارح قبل في يومين. لا عن جد طيبة. أنا أكلها بس أنا بعرف شو كيف بيخطر على راسه مثلا واحد يحط فلافل. ما هي شغلة الأكل، أنت بتصير تركب بعدين بينك وبين حالك، بتصير تعرف تطبخ تعمل أكل، بتصير أنت تدوق مثلا هيدي حلوة بيلبق معها هالشغلة، هيدي مثلا طعمتها عمار بيلبق معها هالشغلة، طعمتها فينيجر بيلبق معها هالشغلة، يعني أنت بتصير تركبهم على بعضهم. وأنا هذا إياها على فكرة برا
برات لبنان بس مش بتعفك فلافل دقيقة بس حمص وفتة معمولة بهالطريقة مش كفلافل. اوكي هون فرمت كزبرة وبقدونس. اوكي حط كزبرة خلي شوي للصوص بقدونس خلي شوي للطراطور. هلا هون كمون بدنا نكتر كمون. هذا كمون اطيب شيء معه للفلافل. اوكي يمكن حطينا كل المكونات بعد في شغلتين هي الطحين. ليش بنحط هلا طحين؟ طحين تتشدها تما تفرط بعدين. اوكي هلا طحين هون بنحط حسب العجينه يعني حسب قد ايه نقعينهم قد ايه كان بالمي كيف تضربيها على المكنه ونمشيها. اوكي قد ما فينا تبين معنا نحن عم نخططها. اوكي وبيكنج باودر لاقيني بيكنج باودر كرمال تنفخ كرمال تنفخ ال نحن عم نقليها لان انت بتشوفها وقت تعملها بال بالمكنه هيدي بيعملها جالسه هي اوكي بس وقت تاكلها بتلاقيها من ميله بالنص قبه ها على البيكنج باودر بتقب هي. اوكي رح نخلطهم. وصفة اكيد اكيد هينه و هينه كثير طيبه بتعودوا عليها كثير طيبه بتعودوا عليها عن جد صدام بطعمتها بصراحه ما طيبه بتحمسنا. اهم شيء تشم الشغله عم تعملها تبين معك اذا بدك شيء اصلا واضح ريحه قد ايه طيبه كمان. هلا هيدي خلطناها مثل ما هي بدنا نريحها بدنا نريحها 12 ساعة انه اقل من 12 ساعة كمان اذا بدنا تتخمر البيكنج باودر بقلبها. اوكي انا عامل وحدة غيرها عامل وحدة هون عاملها من امبارح مخبرة يعني كمان هيك عم بقول لك طيبة قد ايه طيبة. اوكي هلا هون رح بلش اقطع بالفتة. رح تستعمل ملقة الفلافل ولا لا ما ضروري ما ضروري رح اعملها برم لسببين. الاول سبب بدي احط فيها الفتة كرمال تطلع كرمال تساعد الفتة بقلبها. والثاني سبب كل ما نكبرها كل يعني كل ما تبقى برم كل ما تكون جوسي اكثر من جوا ضلها في الفلافل من جوا تما تنشف على القلب تحسها ناشفه على القلب. اوكي فتة بقطع كيوبس بلاك بابر باخد الفلافل بالطريقة بتعملها كيف عم نحشي هيلا شيء حبة فتة بقلبها يمكن طريقة غريبة شوي. هلا الفتة منا صغيرة كثير خلينا نقول لأنه كمان لازم نحس بطعمتها يعني عن جد طيبة معها و بتعطيها هيك فيها نكهة وقت تاكلها الفتة هيك ثقيلة شوي بتحسها منا هيك خفيفة. وعلى طول نحن عم نضربه اذا بقي حبوب حمص اكيد رح يبقى حبوب لان نوي نيل العجينه بنشيله على جنب نحن عم نبين معنا نحن عم نعملها بنشيله على جنب وما بنكتر ملح لان دجال فتة مالحه صح 100% يعني ملح كثير بعجينه الفلافل. هي كل ما تكون برم كل ما تكون اطيب من جوا يعني بتبطل ناشفه من جوا. كثير مهم نحط الفول في منهم بيعملوها بس حمص على فكره بتطلع طيبه بس اكيد مش مثل الفول لان الفول نكهته غير وطعمه اطيب. ما رح ناكلها بخبز بس مش هيك؟ فينا اخر شيء اذا بدنا بيتا براد نفرجها بيتا براد مثل ما هي مثل ما بنعملها عاده وحتى عامل تراتور معها تراتور عادي مثل ما بناكله بس زاد له شغله صغيره
وكمان الصوص اللي حتكون عليها الانجريدي يعني الجارنش حتكون معها حتكون كمان سبيسيال. اوكي هون بدي اقليهم حامل زيت. ما ضروري يكون كثير كثير حامل الزيت كرمال تفوت الهبله جوا كرمال الجبنه. اوكي رح اقليهم هون. نحن هدفنا يطلعوا من برا لون كريسبي ومن جوا ضل شوي مولو. اوكي كرمال هيك بتخمر. اذا بنعملها دغري فينا نعملها ونقليها دغري، بس كيف تطلع من جوا بتحسها بعدها نية، ما بتحسها سويت مثل ما لازم. دغري حطها على كل ميلات، تاخذ لون على كل ميلات. هلا عملت بس سلبي كثير بعد يلي هو الحمص. الان عم نخلطه نحن. شو عملت انا؟ شلت على جنب شوي. اوكي رح اعطيها تعمل كريسبي، يعني بدي ارجع عليها شوي بالزيت. اوكي قبل ما اعملها الخلطه مع الفواحش حكينا عنه من الوليكة. وزيد كمان محل الكبيس، محل ما بحط كبيس عادي، حاطط مكدوس. مكدوس اكيد قد ايه اطيب. ايه اطيب. مكدوس. على فكره هو المكدوس نحن انا اعملهم يعني. بكره شو هو بركي معلم انا كيف بيعملوا مكدوس على اصوله. شو الفرق بينهم وبين بنعملهم نحن؟ اكيد في تويست. مكدوس؟ مين بتعمله انت؟ قصه. بتكون باذنجان ننطر تتعلمنا؟ ايه اكيد قصه طويله. باذنجان ننطر بدك تسلق الباذنجان، بدك تنقعهم، كيف بدك تصفيهم، بعدين بدك تكبسهم قبل ما تعملهم بالكبيس تصفيهم من المي. حطهم بلاش تطلع. ايه هون رح اقلي شويه حمص فرقية. فرقعوا منيح. ايه بدي فرقعوا لان مرة شفت شو عامل. رح احطهم بالكمون دغري، رح ارجع اشيلهم دغري من القلي واحطهم بقلب الكمون. اوكي بنبلش شو بدك تبلش؟ فينا نعمل تراتور. طيب نحن فلافل خلصنا. الحمص على النار. عندنا بعد صوص تراتور والجارنش ابونا. طيب جارنش رح نتركه لبعدين. اوكي رح بلش بالتراتور. في شيء شو؟ يلا يلا نتعلم الصوص. اوكي التراتور هي طحينه عاديه. بحب الكريسبي. اوكي طحينه عاديه. حط لها حامول. اوكي حركها ونحط لها اهم شيء اللي مي مسقعه تكون. ليه؟ لان مي بدها تكون مي سخنه بتفرطها. اوكي بدها تكون مي مسقعه، يا فينا نحط مي عادي مع ثلج. يعني مي بس اهم شيء تكون المي. هيدي احلى شيء فيك تفتح البرات تكون مفتوح، تفتح الخزانه تركها مفتوح. انا بقعد اسكر ما بسكر لحاله. لا ما بسكر لحاله، هلا انا مثلك يعني بالبيت بس على التي في بعمل حالي بفهم بالاصول. اوكي هون شلنا الحمص اللي هيك بخليهم يطعموا بالكمون. مش بس انا انا مبسوط بالاكله، الرجال كلها مبسوطه بالاكله. شيء بشهي عن جد. هي قصص غريبه، يعني قصص ما بتشوفك اليوم، ما بتشوفك اليوم. اوكي طيب رح كمل التراتور. طيب رح نكمل على السريع بالتراتور لانه وقتها رح احط مي. خلص مي مسقعه.
احط توم. ملح وسمسم. سمسم من حمصه بنحطه بقلبه. اوكي؟ اوكي. وراح كمل لك كزبره وبقدونس. وهيدا التراتور بيكون جاهز. هذا التراتور جاهز. راح نروح مع كم غنية وكليب نكون حضرنا كل شيء هون تندوق الفلافل بالفتة ورجعنا. صرنا على الهواء من جديد. هاي كاتيا. هاي. تمام. تمام. هاي كاتيا. كيفك؟ تمام. مش الحال. بدك تعرفي قل لي بس أول شيء شو بلشت تحضر؟ لأن فكرت حالي عم شم ريحة باذنجان. لا باذنجان مقلي كأنه الصبح. لا ما خلص فلافل مقلية. فلافل مقلية. فلافل مع مثل ما حكينا عليه رح نخلط الجارنش هلا مع بعضهم. بندورة. بندورة كزبرة. مناظورة كزبرة وبقدونس اللي بقيوا بنحطه معه شوي. اوكي. اوكي مكدوس فرمناه. فجل. هيدي ترتار طحينة. ترتار جارنش. مش ترتار. لا عملت ترتار لحالها. ترتار لحالها. هيدي الجارنش تبع تبع هيدا. وإلي الحمص وبعد ما إلي حطه بالكمون. صح. الحمص حب. اوكي. ايه حمص حب مقلي ديب فرايد يعني؟ ايه من بعد ما سلقناه. مش نية. اوكي رح احط رشة ملح وراح اخلطها. بس هون شو مسلوق نص سلقة؟ لا يعني سلقة عادي. سلقة عادي. بس للفلافل ما بنسلقهم، الفلافل بنخليهم مية. حصنيها اليوم قد ما قلتها. ناي ناي. لأن بتعرفي ليه؟ لأن كثير عالم بيعملوها بسلقوها بعدين بيعملوها، استغربت أنا إنه. هلا طلبت بيتنا برد أنت خبز فأنا هلا اجمالا بالفلافل هو شريته ولا تربيته يعني بس انت هلا عامل الفلافل ماما ما مش موجوده بالسوق هذه المشكله. اوه هابي بيرثداي. ميرسي ميرسي ميرسي. هابي بيرثداي. ينعاد عليك. ميرسي. في حطلك شمعة بالفلافل؟ تاني مش بس انا عندي هم وعم بشتغل اليوم. في حطلك شمعة بالفلافل؟ تمام بدك اياه ميرسي. لا صار في كرتون. من مين؟ من وين اجى الجاتو؟ من الرجيف. طيب ميرسي لك. من كلنا لكان. ايه لأحلى شباب بدك توصل بس. لأحلى شباب وصبايا بشتغل معهم وبلاهم البرنامج ما بيطلع هالقد حلو، أنا بشكركم، ميرسي بوكو. من هلا صار في فلافل. ميرسي ميرسي. صار في فلافل بعدين جاتو لكان. ايه فلافل. كملت يعني. صار المنيو كامل، سكري سالي. تنجيب رح نجيب حبلة الجاتو. قلت لها شوف فلافل قبل بعدين جاتو. ايه لا بدنا ندوق فتحت البراد. بدنا ندوق. شو اللي عم تقليه هونيك يا ابي؟ عم بقليه طلب منه خبز. خبز مقلي؟ مع الفلافل. خبز مقلي مع الفلافل قليه ولا هيك على بالك خبز مقلي؟ انا ما قلت له مش مقلي. انا ما قلت له بدي خبز من الاساس. مش مقلي. عم بقلها بتتاكل بالخبز بتتاكل هيدا فقلت هي تزت لخبز لانه حسيتها سبيسيال. أنا جبت صحون غميقة. شوربة. هيدا مشوي كمان؟ لا هيدا قليته هلا عم تخمي شوي كرمال هيدا. اوكي بس شغلة نسينا نحط مع الرمان. ايه هيدا لل رح جيب صحون منيح. ما انتبهت. للخلطة يعني صار في خلطة غريبة. حط على الجاتو إذا بدك. شو؟ حط على الجاتو. أنت كيف ما تخلط بيطلعوا طيبين. أنت نجيب الصحون الصح. ما بيجوز كنا مش عم نعمل اتيكيت هيك كاتيا ما فينا خلي جنك يلا ايه رح بلش انا اسك بالصحن لك هلا هات اوكي ملقى طعمي هالملقى هلا ادي عم يشتغل على راحته مش عارف انت مش عارف بالعد التنازلي 2 مينتس 1 مينت يلا يلا حطوا لك اير بيس بس يحطوا لك اير بيس رح بلش بالتراتور بالصحن بيصير غير شعور للحقيقه بيصير الضغط اقوى
اوكي. انا بفضل ما تنحط بالفرن ترجع يعني من دغري نقليها نرجع ناكلها لان وقت تحط بالفرن بطل كريسبي لان بيجي الحراره عليها. طيب رح نحطك بنجاوب العد الثاني زولي 30 ثانيه 30 فرجينا شو فيك تعمل ب 30 ثانيه يلا بدنا ندوق اكيد ما فينا ندوق بدنا ندوق طيبين وحبيناهم من بعد الديكور ومن بعد كل شيء. طيب ليك هولي شو؟ شو؟ هول زيتون؟ هول فلافل ايه يا ريت ندق لك اياهم بس هون مسقعين خليك كلها بس معلش مش رح نلحق بدنا نقول لك بس طيبين ولا لا طيبين. طيب ما فينا نطحش كثير على على الوقت. ايدي ميرسي كثير ايدي كثير طيبين وايدي كثير طيبين خلص 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 وانا رح اخذ كل وقتي انه ذوق بقى له كافي عندها لحد الفقره الجايه بس رح خلي لك متابعينا لايف خليكم معنا.